المسالفة من المؤتمر أنه هو جذب الاستثمارات للمنطقة دي، منطقة واعدة في موقع متميز، مفروض أن احنا نحتل المكان اللي هي تليق بينا كمنطقة لوجستية وكمنطقة حرة في منطقة الشرق الأوسط بل بالعالم كله. يعني متوقع خلال الفترة الجاية إذا تم العمل على قلم وساق في المحور الناس بكم استثمارات كاملة؟ والله ما اقدرش احدد، لان الاستثمارات هتبقى في مجالات عديده، انما طبعا الدكتور احمد درويش كما عهدنا بيه دايما هو يعني راجل جاد وراجل عملي وماشي على خطوات طبعا جيده جدا، فاحنا متفائلين. يعني طبعا لسه في مزيد من التفاصيل اللي احنا بنسعى ان احنا نتطلع عليها، يمكن هم يعني ما فيش زي ما ذكر الدكتور احمد درويش ما بيعملوش دعايه اعلانيه، انما هم بيعملوا بجديه تامه، والتفاوض بيتم مع شركات معينه، لان زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان هو كل نشاط وكل مجال له متطلبات معينه، وال يعني كما هو واضح من الدكتور احمد درويش ان في مرونه تامه يعني لجذب المستثمرين في مجالات عديده، كل واحد حسب متطلباته. كل مشروع من المشروعات تمويل مصادر التمويل مصادر التمويل هتختلف من شركة لشركة ومن نشاط لنشاط، إذا كان تمويل خارجي أو تمويل من بنوك محلية، دي كل واحد حسب دراسة الجدوى بتاعته وحسب الملاءة المالية بتاعة الشركة اللي هي جاية تستثمر. هل بتاع بعض الحلول الأخرى اللي هي قناة السويس وإزابة المنطقة بين الصين وطرق السكة الحديدية وطرق غرب أوروبا لها يأثر على الملاحة؟ لا اطلاقا، لا انا من وجهة نظري الشخصية ان الكلام ده مش هيأثر خالص، ده لسه اول تجربة لاول قطار بيطلع من الصين يوصل انجلترا، وانا ما اعتقدش ان هو ذو جدوى ومش هيكون مناسب لكافة البضائع، يعني اذا كان ممكن يكون مناسب لبعض البضائع مش هيكون مناسب، انما النقل البحري هو الاساس في العالم، مش في مصر بس ولا في قناة السويس بس، هو النقل البحري هو وسيلة النقل للتجارة العالمية رقم واحد. اذا مفيش خوف على قناة السويس يعني؟ انا ما اعتقدش، يعني قناة السويس بلا منافس، ما اعتقدش ان هو الموقع، عندك بضائع جاية من الشرق طالعة للغرب وطالعة للشمال، هتعبر منين؟ رأس رجاء الصالح، دي التكلفة طبعا اعلى، ويمكن اسعار الوقود في الفترة اللي فاتت يمكن ادت الى يعني قليل من المراكب اللي هي بتحسبها اللي هي طالعة، وقناة السويس كانوا من الذكاء ان هم يحطوا حوافز كافية وحوافز جاذبة للمراكب ديت لإعادة مسارها من خلال العبور من خلال قناة السويس.